في اليوم الرابع لما يسمى بعيد العرش اليهودي، يواصل الاحتلال ومستوطنوه انتهاكاتهم في المدينة المحتلة. اقتحامات المسجد الأقصى المبارك مستمرة مع ارتفاع عدد المقتحمين من المستوطنين. ويضاف لهذه الانتهاكات الاعتداء على زوار المدينة من المسيحيين، فيما يمنع الصحفيون من تغطية هذه الأحداث لمنع نقل الصورة على حقيقتها. اعتداءات على المسلمين، اعتداءات على غير المسلمين وعلى إخوتنا المسيحيين، لأنهم تعودوا وتعلموا وشربوا ثقافة كراهية الغير، وطبعا هذا جزء من محاولة فرض ما يسمى بالسيادة، أي السيادة والسيطرة على التاريخ، على الأرض، على كل شيء في هذه المدينة. وتوظف ذلك الحكومة الإسرائيلية في استغلال هذه التصرفات وتدعمها ولا تعاقبهم، لأنها تريد أن تفريغ المدينة من غير اليهود. المرابطون والمرابطات في القدس المحتلة كان لهم النصيب الأكبر من اعتداءات قوات الاحتلال في البلدة القديمة، فيما اعتقل عدد منهم وأبعد عن المسجد الأقصى المبارك. امبارح نكلوا فينا وضربونا واعتقلونا، لن نكل ولن نمل. الأقصى حزين، دنسوا المستوطن، دنسوا والاحتلال، دنسوا والشرطة، دنست الأقصى. هذا أقصانا، شد الرحال شد الرحال شد الرحال إلى الأقصى المبارك. إن شاء الله بنفوت مهللين مكبرين منصرين إحنا وكل المسلمين على هذا المكان المبارك يا رب العالمين. خنق القدس وحصارها وإطلاق العنان للمستوطنين الذين يستبيحون المسجد الأقصى المبارك وباقي المقدسات تزداد وتيرته بحجة الأعياد اليهودية التي تستمر حتى 8 من الشهر الجاري. رغم أن مدينة القدس تئن أصلاً تحت وطأة الانتهاكات الإسرائيلية، إلا أن فترة الأعياد اليهودية تعتبر الأسوأ في المدينة المحتلة. نهاد حجازي، القدس.